كل الحاجات دي دور الست. الفاشولة بالمناسبة بقى فيها في المحاضرة حوالي 3 سلايدز ما أخدناهمش، عايزين إن شاء الله يوم الربع نتم الحاجة دي إن شاء الله. ادوني معايد، عايزين خميس مش مشكلة، لو السيمينار بعد السيمينار تجي عندنا الشيسلون الصناعي الهيماتوبيا. لا مش هناخدها، هي مذكورة طبعا هنا بس خطأ، لأن عشان تبقى عارف ثلاث أنواع من الشيسيزومز أو الهرسيا، شيسيزوما صناعي هيماتوبيا جابونيكا، دول الهرسيا وخدناها وخلصناها الحمد لله مفيش فيها. الفاشيولا شرحناها لحد ما وصلنا لآخر جزء في الدياجنوزس، طبعا ما اقدرش اشرحه لكم دلوقتي لأن لازم يكون الدفعة كلها موجودة. بعد كده خدنا الليشمانيا جنوفاني اللي هي الفيسرا ليشمانايسيس، عندنا فيها تو سلايدز. نبدا بالشيسيزومز، وطبعا الشيسيزوما يعني هي اللي هيبقى فيها اكتر كلام في المورفولوجي. ده شكلها داخل بعد ما تطلعها من البورتال فين. طب بنحصل عليها ازاي من البورتال فين؟ بعد الفيران، فيران تجارب بالسيركاريا، وانتظر لحد ما الاضل تتكون في الليفر، ويبدا الميل والفيميل يمشوا في الفينس بليكسس بتاعه الميزنتريك فينس بليكسس. هناك ببدا اعمل حاجه اسمها بورتال بيرفيوجن، بيتشرح الفار، والمهم بيتحط محلول معين يتحقن، كل الادلتس تطلع ويستقبلها في طبق بيتري، وتشوفها طبعا دي بصوره هاي باور. ده الميل طبعا اللي هو العريض، ده الميل، واللي جنبه دي ايه؟ وانت فعلا دي ترماتودز، بس هي الوحيده اللي في الترماتودز اللي هي ايه؟ يوني سيكشن. يوني يعني في ميل وفي ميل، لكن كل الترماتودز هيرموفلوكس. زي ما خدنا، والصوره دي كانت عندنا في المحاضره برضو، شكل الشيسلون الصناعي. نتكلم عن الميل الاول اللي هو سيك، واتفقت الميل ده هو ورقي زي الورق دي، بس بياخد الشكل الاصطوادي ده ازاي؟ ان هو فلاتند دورز فنترالي، بس ان كيرفد فنترالي، ينحني على نفسه فنترالي بالشكل ده كده، ويعمل قناه اسمها قناه الاحتضان جايناكوفوريك كانال، دي اللي بتقعد فيها الفيميل. عشان بس واحد يقول لي لا ده اسطواني، ولو قطعت فيها الاقي بيتا جويفو، في فرق بين البادي كابيتي وفي فرق بين ان حاجه تتني على نفسها. هو انكيرفد فنترالي تاني على نفسه، يعمل حاجه اسمها قناه احتضان جانب فور كانال. كل التريماتودز بتثبت نفسها بواسطه حاجه اسمها سكرز، يا اما يكون في اورال سكر وفنترال سكر بس، وفي الهيتروفيس لو تفتكروا المحاضره اللي فاتت في جينيتال سكر، ده سكر اضافي. السكرز دي عباره عن حاجه بلايند كده بتفرغ الهواء وتثبت نفسها. هنا الشيسوزوما ليها اعضاء تثبيت تاني، انها موجوده داخل البلاد فيزلز، يعني في تيار دم، وهي دايما بتمشي عكس تيار الدم، هي بتبقى دايما موجوده في الفينس سيستم، وعشان توصل للميكوزا او تبدا تحط ليه الاكس لازم تمشي عكس تيار الدم. فطبيعي ان هي السكرز لوحدها نوت انف انها تثبتها في التونيكا انتما بتاع الفيزلز. فعلى السطح بتاعها من بره كده هنا في نتوءات بنسميها تيوبركلز. يبقى الميل كل اللي بتشوفه في الميل اورال سكر فنترال سكر واضحين، بنسميهم بيدانكليتد، يعني ليهم نك ليهم عنق. شفت ليه بارز ازاي السكر بارز؟ في الفيميل بص على السكرز الى حد ما مش بارز، لان الفيميل مش محتاجه تثبت، هي يعني ايه؟ بتمشي بتركب مع الميل في الجناب فور كانال وياخدها هو يوصلها لحد السمولر فينيولز، اللي هو بعد كده يقف ما يتعدوش الفينيول، تنزل منه الفيميل تكمل بقى لانها ارفع منه، تكمل لحد ما تبدا لينج الاكس، تحط البويضات بتاعتها زي ما شرحنا في اللايف سايكل، البويضات تبدا تطلع وتنزل في السكول. يبقى الميل اورا سكر فنترا سكر كيرفت فنترالي، والسطح بتاعه عليه تيوبركلز. الفيميل اورا سكر فنترا سكر، لكن الجينيتاليا بقى هنتكلم عليها دلوقتي، يعني ده الشكل الخارجي، تعال نتكلم على الشكل الداخلي. ده ميل رسم طبعا، ده دياجرام، اول ادي الورا سكر فنترا سكر، وادي قناه الاحتضان اللي هي بالابيض اهي. السطح الخارجي توجمنت او زي السكين بتاعنا احنا تيوبركلز، متؤدي مجرد ادي الكابيلاري اهي، والدم عايز يزيحها، هي مجرد تثبت بالسكر وتزنق التيوبركلز في الانتما، تونيك الانتما بتاع الوول بتاع الفينيولز سوري، وتبدا تعمل ريزيستنس،
لو ما فيش التوبيركلز دي الدم هيدفعها، فبتستخدم التوبيركلز في عمليه برضو التثبيت في المكان اللي هي فيه. نعم ذكر ده ميل، دايما التوبيركلز ده في الميل، في الميل مش عايزه التوبيركلز لانها موجوده برضو في قناه الاحتضان، ولازم تبقى سموث سموث عشان لما تيجي تعدي في سمول بنيولز تبقى سلسه في المرور بتاعها. ادي الفيميل تحت لو بصيت سوري لا ده تشريح للفيميل او الميل. الدايجستيف سيستم بتاعه بيبدا بورال اوبننج حوالين الاورال سكر، وبعدين الاسوفجس الصغير شايفين ده الاسوفجس اهو صغير يعمل بايفوركيشن، دول اسمهم ايه؟ الستانل ايه؟ سيكا. هنا الستانل سيكا بتتحد مع بعضها كانوا اثنين اهو وبعدين اتحدوا بقى وان سيكا بس. ده الحاجات دي الوحيده اللي بتحصل في الشيزوما، لكن لو تفتكر في التروبس تو انتستانال سيكا بلايند ينزلوا مع بعض ما يتحدوش ويبقوا بلايند. وليه بلايند؟ لان ما فيش فتحه تينس في التروماتوز. ايه الكلام المكتوب هنا ده؟ طبعا الميل ار شورتر وبرودر من المعروف. الميل في تو ساكرز ويل ديفلوبد، وفي الفيميلز الساكرز ال ديفلوبد مش واضحه. الكيوتيكل في الميلز بتبقى عليها توبيركلز، في الفيميل بتبقى سموث. اللي احنا لسه الكلام اللي احنا سائلينه دلوقتي. طبعا الكلام ده مش مطلوب منك في العملي، بس احنا بنشرحه فور يور نولج للمعرفه. طب تعالى نتكلم على الدايجستيف سيستم في الميل والفيميل. ادي اسوفيجاس حواليها اسوفيال جلاند تو سيكا يتحدوا مع بعض ويبقوا وان سيكا. دي السايلنت تراك. ليها فتحه اينس؟ مو فتحه. هي فتحه اصلا. واحدة بس اللي هي الأورال. في الفيميل نفس الكلام يتحدوا وتبقى وان سيكونس. معايا؟ يبقى الفرق بس بين الميل والفيميل الدايجستيف سيستم مفيش فرق بين الاثنين. يبقى الاتحاد. مكان الاتحاد بقى واحد يقول لي طب ده يهمني فين؟ الجماعة اللي عايز يفرق بالمورفولوجي تحت الميكروسكوب عند اتحاد التو ستانا سيكا مع بعض الريونايت بتاعهم دايما بيبقى في الفيميل موجود الاوفري في الحته، ودايما قدام الاوفري من ناحيه الاورال اوبننج بيبقى اليوترس، وخلفها خلايا المخ اللي بتلاين جلاند عشان بس نبقى فاهمين. فانا لو لقيت اهو انا بقول لك لو الاتحاد في الانتيريور هاف في النص الامامي تبقى دي شيزوما ايه؟ منصوبة. لو في الميدل جابونيك، في البوستيريور هاف تبقى هيماتوبيك. ده هيبان معانا في الجينيتاليا ده الاتحاد اللي هو ده. يبقى الاستانال سيكا بتتفرع بعد الاسوفيجاس لتو سيكا وري يونايت يتحدوا مع بعض تاني. مكان اتحادهم ده هو اللي هيبقى مكان الاوفري موجودين. فلو في الشيستوما مانسوناي هيبقى الاوفري موجود في الانتيريور ولا البوستيريور؟ انتيريور سيكا في النص الامامي. عشان كده اليوترس يبقى لونج ولا شورت؟ شورت. اليوترس قدام شورت. وعشان كده عدد البويضات اللي هتنتجها الفيميل في الشيزوما مانسوناي ما تزيدش عن 3 اكس، وانا قلتها في المحاضره. في الـ في الـ في الـ في الجابوني كان في النص بالظبط، فاليوترس ما نقدرش نقول شورت ولا لونج، لكن حجم البويضه في الجابوني كان اصغر من المانسوناي، فممكن نلاقي 30 40 بويضه في اليوترس الواحد. الهيماتوبيا ده في البوستيريو بيبقى عدد البويضات كتير رغم ان البويضه حجمها كبير. البويضه حجمها يبقى مكان اليونيون هو اللي بيبقى موجود عند الاوفري بالنسبه للفيميل. تعالى نشوف تاني. ادي الميل، نتكلم عن الميل الاول. الميل التستس دايما موجوده عند مستوى الفنترال سكر، وده هتشوفها حاطينها تحت الميكروسكوب. اول ما تدور على التستس عشان عددها والوضع بتاعها هو اللي بيحدد نوع الشيستوزوم، هل الشيستوزوم هيميتوبيوم ولا مانسوناي ولا جوبوني. نبص مع بعض. التستس بتبقى موجوده عند الليفل بتاع ايه؟ الاورال سكر ولا الفنترال سكر؟ عند الايه؟ الفنترال سكر. الاورال ايوه فوق الاورال عند الفنترال سكر. شايف التست عامله زي عقود العلم. يبقى الادلت شيستوزوما مانسوناي فيها من 8 ل 9 سمول راوند تيستس ارينجد ان ايه؟ ان كلاسترز. انت هتشوفه النهارده تحت الميكروسكوب لو عقود العنب حضرتك بصيت له كده ممكن تشوف الفصوص. لو جبت عنقود على بصيته كده هتشوف الفصوص، لكن لما يبقوا كلهم اوفر لاب على بعض هتلاقي كتله واحده مش هتعرف تعد. يعني احنا عندنا المنظرين هتشوف النهارده ما عندناش هيماتوبيا ادلت، ما عندناش هيماتوبيا ادلت،
فخلاص انت عندك جابونيكا ومنسوعه. جابونيكا ومنسوعه. انت التفرقه لازم تفرق بين الاثنين. انا اعرفك ازاي تفرق بين التستس بتاعتها زي عنقود العنب كلاس ان كلاسترز عددها من 8 ل 9 وسمول بيسموها جراب اوف عنقود زي عنقود العنب بالظبط. لو بصيت لها كده تقدر تعد التستس الخصوص. لكن غالبا انت بتبص الادلت منظر جانبي لاترال فيو كلهم اوفرلاب على بعض تلاقي كتله على بعضها. لكن في الجافونيكا بيبقوا ان وان لاين مرصوصين جنب بعضهم صف التستس مرصوصه في وان لاين صف. هنشوفها دلوقتي. يبقى لو لقيت التستس في كلاستر تبقى دي اسمها ايه؟ منسونات. لو لقينا التستس برضه عددهم كتير بس ميديم سايز وارنجد ان ايه؟ رو واحد مش كذا رو واحد لقيتهم صف كده تبقى دي اسمها جافونيكا. الهيماتوبيا مش عندنا. انا اوريك الهيماتوبيوم دلوقتي. الهيماتوبيوم من 3 ل 5 عدد التستس بيج بمقدار جلوبولر وفي صف واحد. يبقى كان ممكن يتلخبط بيننا وبين بعضهم ايه الجابونيكا والهيماتوبيوم لان التستس بس طبعا العدد والحجم بيفرق. عدد التستس هنا طبعا 6 8 هنا 3 5 دي صغيره دي كبيره دول في صف ودول في صف. واللي في الصف تقدر بتشوف الفروق بينهم بيبقوا تقدر تعدهم. تعال نيجي للفيميل. ركز معايا في وضع الاوفري ووضع البوتلانج. انا قلنا الاوفري ده موجود عند منطقه اليونين. تمام. الاوفري موجود قدام اليونين بتاع الثلاثة. لو لقينا الاوفري قدام هنشوفهم مع بعض تاني اهو. نرجع للصور. يوترس هيبقى صغير بتلاين جلاند هتبقى كبيره. ده خلايا المحور بتلاين جلاند دي خلايا المحور تبقى دي منسوميه ولا في النص جابونيكا في البوستيرور هاف هيماتوبيا. دول هم مع بعض تاني ده اطوال. الاوفري في المنسوميه موجود فين؟ الاوفري في الانتيريور هاف. يبقى عدد البويضات يبقى الوترس قصير عدد البويضات فيه من 1 ل 3 اكس. طب تعالى ننزل بالجوانب اوفر في الميدل. لكن حجم البويضه هنشوفها دلوقتي اصغر فعشان كده شوف رغم انه في النص 50 اكس. الهيماتوبيوم لان اليوترس اليونيون او الاوفري موجود عند اليونيون في البوستيريور هاف يبقى البويضات عددها من 20 ل 30 اكس. يعني الاعداد والكلام ده نص بس انا عايز اوصل لك ان انت بالمورفولوجي لما تبص لعينه هيماتوبيوم سوري منسوناي او جابونيكا بتعرف تفرق بينهم. البيتلاين جلاند طبعا لو اليوتر لو اليوترس قصير يبقى البيتلاين طويل والعكس طبعا. خلايا الموحد هي اللي بتفرز انت دلوقتي البويضه عشان تتكون. الجنين يخصب السبرم يخصب الاوفا يبقى فيه فيرتلايزد اوفا في النص. الجنين ده لازم في حاجه يتغذى عليها. ففي حاجه اسمها بيتلاين في الديدان اسمها مش يوكسل مش خلايا محور ليها اسم علمي اسمه بيتلاين جلاند. تفرز حوالين البويضه تلاقي الاوفم الفرتلايزد اوفم في النص وحواليها حب كتير كده ده البيتلاين جلاند. وبعدين تفرز القشره من بره دي حمايه. فكل ما تنقسم الخليه 2 4 16 32 عماله تتغذى على خلايا اليوكسلز او المحور بيفرز من البيتلاين جلاند. طبعا اللي بيتم بالكلام ده بتاع كليه علوم احنا يعني نص امبورتد بالنسبه لنا كده. تعال نشوف ايه المنظر قدامنا. هنا التستس في المنسوناي واحد يقول لي دول في صف والله لا ما هو بسيط كده. هتشاوريك منظر تاني عندنا في الميكروسكوب كلهم اوفرلاب على بعض تحس ان هي تستس واحده واحده كبيره كده مش تقدرش تعد. لكن لو انت مسكت عنقود عينيه وبصيت له كده بتشوف الحب بتاعه. هي نفس القصه من 6 ل 9 سمول تستس يبقى دي ادلت منسوناي. واحد يقول لي طب انت بتقول في الفيميل الاوفري موجود في الانتيريور. طب انا اعرف الانتيريور من البوستيريور ازاي؟ كلها لون واحد. دايما البيتلاين جلاند بتاخد صبغه دارك لون دارك عن الجزء الانتيريور. دايما الانتيريور طالما مفيش في البيتلاين جلاند هتلاقي لونه بيج. بص عندنا هنا في الميكروسكوب واضحه لان المكان اللي فيه الاورال سكر والفنتر سكر هيبقى الانتيريور مش كده؟ لكن طب لو ما شفتش الانتيريور الحته البين دي تبقى الانتيريور عادي.
وتبص بقى الاوفر بقى هل هنا في النص ولا في الانتيريور سيرف؟ احنا بنستخدم بشاره على الاوفر اللي هو البوتشر، وكل البلاك ده بيطلع لك بلاك. اليوترس ما بيبانش طبعا، ما بيتسمخش، ما بيبانش عليه سمك. طب الشيستوزوما مع بعضهم في حال التزاوج، ادي الميل اهو تمام، وادي الفيميل جوه بيناتهم فور كده. ده بتاع بنقول عليهم ادلت شيستوزوما ان كوبيولا. ان كوبيولا يعني ميل وفيميل مع بعض. الوضع الطبيعي يعني، الوضع اللي هو اثناء المايجريشن في البلد، يعني بعد ما يبقى في ادلت من الادلت فيميل وتزاوجه بيشيلها في الجيناكو فور كانال ويمشي بيها في السيركيليشن عشان يوصل للهابيتات بتاعته. نيجي للجابوني كمان، نبص للتست هنا ان 1 لاين 1 رو حجمها طبعا دي هاي باور مكبره ميديوم سايز من 6 ل 8 ان 1 رو الحب اللي جنب بعض. يبقى على طول لو لقيت حاجه في صف واحد، احنا ما عندناش هيماتوبيوم، يبقى على طول لقيت تست في صف واحد تبقى تقول دي شيستوزوما جابوني كاب ادلت ميل تحدد. في الاختبار انا جايب لك ميل بس، حضرتك كتبت شيستوزوما وسكت هتنقص، هتنقص نقصتين لو هي على درجتين، هتنقص على ان انت ما حددتش نوع الشيستوزوما ايه، هل هي جابونيكا ولا ماسوناي، وهتنقص ما حددتش ميل ولا ميل. الاجابه الصحيحه، وطبعا في الاختبار العام مفيش اختصارات، ما تكتبش اس نقطه جابونيكا، شيستوزوما كامله وجابونيكا كامله وبين قوسين الاستيج اللي قدامك ادلت ولا ايج ولا لارفا ولا تعال نشوف الفيميل. الفيميل بتاعتها يعني ادي اتنين مع بعض، هو الصوره دي اتصورت من وضع تزاوج الاوفر اهو واضح جدا. لو قست المسافه دي والمسافه دي هتحس انه قد بعض، يعني الاوفر هنا فين؟ في النص. تبقى دي فيميل ايه؟ واضحه. كل الحاجات دي موجوده عندنا على الميكروسكوب. نيجي الهيماتوبيوم مش موجود عندنا، لو ببص على التست صغيره 1 ويس 1 لاين يعني 4 على 5 كوره 2 3 4 ممكن واحد يعدها كوره 2 3 4 5 انا عادل. حد شايف معانا؟ ايوه فاهم. دي لو طبعا ما عندناش السلايد بتاعها، لو موجود تبقى دي شيستوزوما هيماتوبيوم ادلت ميل. الفيميل بص معايا الجزء الشفاف فين؟ قدام. لو قست المسافه دي والمسافه دي ده البوستيريور هاف. لو هو البوستيريور هاف يبقى اليوترس طويل يشيل من 20 ل 30، تبقى دي الفيميل بتاعت تمام. تعال نقارن بين البويضات الثلاثه. احنا النهارده عندنا بويضتين ولا الثلاثه موجودين؟ عندنا اثنين. واحده فينهم منهم بيجيبها من اليوريو اللي هي الهيماتوبيا، واثنين بينزلوا في الاستور. يبقى واحده في اليورين اللي هي الشيستوزوما ايه؟ هيماتوبيا، وتو ايجز بشوفهم في الاستور. طب تعال نقارن بينهم بعض. طبعا في وجوه مقارنه كتيره جدا، بس الفرق الفيري كلير والواضح جدا 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 من الثلاث بيضات ان واحده عندها لاترال سباين شوكه جانبيه اللي هي الشيستوزوما ايه؟ واحده عندها تيرمينال سباين شوكه طرفيه هيماتوبيا، واحده عندها سمول نوب مش شوكه، ده ما اعتبروش شوكه، ده بنسميه انكيرفد سباين يعني شوكه متنيه على نفسها، او في ناس بتسميها نتو نو الاثنين واحد. يبقى سهل جدا ان انا افرق بين الشيزون من الشكل هنقول الفروقات بينهم دلوقتي كلهم الثلاثه. تعال نشوف شيزون سناي لاترال سباين ريديوسد سباين او انكيرفد سباين تيرمينال سباين حجم اصغرهم مين قلنا؟ عشان رغم ان اليوترس نص طول الدونه ممكن يشيل 50 دونه. شوف الفرق من 150 ل 85، يعني بدل ما يبقى في يعني ده افرج ممكن تبقى غالبا احنا بنشوفها حاجه 60 البويضه بتاعت كده. فثلاث بويضات اترصوا جنب بعض من الجابونيكا بيد واحده من سرعه. مش عدد الاكس في الهيماتوبيا اقل من الجابونيكا مع انه اليوترس اكبر. في مين؟ الهيماتوبيا. في الهيماتوبيا العدد من 20 30 حجم، بص الحجم كبير 140. طب هذا صغير واكثر من الجابونيكا. الجابونيكا حجم البويضه اصغر. يعني بص دلوقتي في يوترس
موجود في النص الاوفر بالنص يبقى الاوترس نص الطول الدول بس احط فيه بيضات صغيره يشيل اكتر ولا مش يشيل اقل اكتر طبعا كل ما صغرت البيضه كل ما العدد يزيد دي الساعه بتاع اليوترس كده البيضات بالمناسبه في اليوترس بتاع الديدان بتترص وما تبقاش يعني ديستريبيوت ده بيبقى مرصوص ورا بعضها يعني تحس انه وان لاين مع بعض ف عندنا في المنصوريه اليوترس اليوترس صغير جدا لدرجه ان هو لو حبيت ترص بيه ما تقدرش تشيل اكتر من اربعه خمس بيضات ماكسيموم لكن ده اليوترس طويل ده التلتين يوترس تلتين طول الدود يوترس عشان كده بيشيل من عشرين ده انت بتتكلم عن الجابونيكا الجابونيكا بحجمها الحجم المكتوب ده خطا هي حجمها 65 يعني 65 من هنا ل 50 تقريبا هي في رنج في البيضات فواحده مست بثلاثه سوري واحدة من المنصناي بثلاثة من واحسب بقى المسافة قد ايه فبتبقى الجابونيكا معدد البيضات بتاعه الاكتيف وعشان كده لما بقول طبعا الكلام ده لو كان في اورن الكاتاياما سندروم ساعة ما شرحت قلت اشمعنى بيحصل في الشيزوما جابونيكا مين فيهم بيطلع كمية بيضات اكتر جابونيكا عينين اهو يعني بيطلع كمية سوليوبل ايج انجين كتير يقابلها انتي بوديز كميات كبيره جدا سيركوليتنج امين كومبلكسز تترصد كامل نفروتك سندروم وعشان كده في حاله الكتامه سندروم بتحصل في الجابونيكا ما بتحصلش في المانسوناي ولا في الهيماتوبيوم وشرحناها في النظر تعال نشوف السيركاديا السيركاديا بتاعتنا دي عمرك ما تغلط فيها لانها الديل بتاعها فورك التيل سيركاديا اي سيركاديا في الدنيا عباره عن هيد وتيل الديل وظيفته الاساسيه عشان يخلي السيركاديا تسبح في الماء لو نزلت في السويل نو مينينج يعني لو الراجل اللي عنده مرض السيسرون سونار تبرز في السويل انتهت اللبسه هي الديفيكيشن لازم يبقى الموتر كونتيننج سنيلز الميه ويكون فيها القوقع ممكن تكون يعمل ديفيكيشن والووتر الفريش ووتر ما فيهوش القوقع الخاص بالترانسميشن مش هيحصل عليه يبقى لازم القوقع يكون موجود في السنيلز موجود فيه الووتر والسيركاريا شيدنج تطلع من السنيلز وهي الانفكتيف ستيت الوحيده في الترماتودز الانفكتيف ستيت السيركاريا كلهم انسيستد ميتا سيركاريا فيما عدا الشيزوما لانها مش عايزه تعمل انسيستمنت ده هي بتخترق الجلد دايركت على طول فمش محتاجه تتحوصل ما انت حتى لو نسيت انا مش عايزك تحفظ انا عايزك يو هاف تو اندرستاند هنا العدوى عطري سكين بنتريشن طب ليه السيركاريا تتحوصل لما هي لازم تخترق الجلد هتحوصل ليه لكن سيركاريا عايز تعيش على حاجه فتره لحد ما انت تاكلها او تخش جوه عائل تاني تتحوصل فيه لحد ما انت تسيب تتحوصل على فيجيتابلز فشيوله كده سيستم بيتا سيركاريا تخش جوه سمك نيكروتروفس نيكروتروفس نعم في حاجات تانية البارادونيوس لسه ناخدها في اللنج تدخل جوه الكراب كلنا عارفين الكراب والكرايفيش الكابوريا تدخل في وسطهم ده سكن انترميديت هوست تيجي حضرتك تاكل الاندر كوكد كراب او دراي فيش تتعدي بالبراجونوس دي بتعمل لانج مانيفستيشن لسه هندرسها مع البلوك بتاع الاسبوع نعم يبقى انت كل حاجه ما تحفظهاش از ات از طالما الشيزوما العدوى عن طريق السكاريا من التريتر سكن نو نيد تو فايند انسيستد ويت سكاريا از ان فيكتيف سكن بنتريتر سكن تسيب الديل بره وتمشي في السيركيليشن وتكمل اللبسه يبقى لو ليه سيركاريا في ديلها مشقوق باي فوركيتد تيل تبقى دي شيستوزوما شيستوزوما ندخل على خلصنا الشيستوزومز ندخل على الليفر فلويد فاشيولا وفي نوعين قلنا من فاشيولا في فاشيولا هيباتيكا وجيجانتيكا عندنا النهارده الاثنين موجودين الفاشيولا في السلايد الجيجانتيكا بتوصل 3 4 سم في الحجم بتاعها مش هقدر احطها لك على شريحه انا هتلاقي السلايد حطه على ورقه بيضاء ترفعه كده طبعا ده بتتعرف لوحدها عشان كده حتى في المنظار لما بيدخلوا بالمنظار ويوصل للبايل داكت بيلاقيها بتتحرك حاجه 3 سم 4 سم موجوده في البايل داكت سداها بتبقى فيري كلير دي الفاشيولا مكان الهابيتات بتاعتها ايه؟ البايل داكت هذا على طول يسحبوها يا دكتور ولا لازم تريد ممكن يسحبها بالمنظار لان المنظار المناظير كلها فيها اوبشن ان انت تقدر تاخد بايوبسي او تسحب حاجه او تشدها طب تعال نيجي للمورفولوجي بتاعها اولا ليف لايك زي ورقه الشجر كومبريس دي دورزو فنتريس
ليها anterior cone جزء امامي كده في الاورال سكر والفنترال سكر. ليها شولدرز حسب ليها كتفين والبوستيريور اند بتاعتها شكلها في شيب. نقول تاني دي شكلها كاركترستيك يعني هي الفاشيولا بتاخد الاشكال الاتيه: شكل ورقه الشجر ليها anterior cone شولدرز والبوستيريور اند في شيب. دي اول مفروض كل حاجه فيها برانش. الانتستينال سيكا برانش التستس برانش والاوفر برانش. فانت بتلاقي دوده قدامك كل اللي حاجه فيها عامله زي فروع الشجر. التستس برانش الاوفر برانش الانتستينال سيكا برانش كل الحاجات دي كلها. فما بتقدرش حتى تميز في الصبغه فين التستس وفين الاوفر وفين كلهم بيواخدين لون واحد اللي هو الفرانشات اللي انت شايفها دي البرانش دي كلها. اليوترس الى حد ما باين فوق في حاجه متعريه كده صغيره فوق هنا تحت الفنترال سكر شايفها. هل يمكن في تحت الميكروسكوب تشوفه يبقى اوضح اكتر؟ ده اليوترس. ايوه ده اليوترس بيبقى لحد ما انبوبه صغيره كومبليوتد موجوده على عند الفنترال سكر. يبقى لو جت في الاختبار دي مش مطلوب منك الديتيلز نو ديتيلز هتقول فاشيولا هيباتيكا ادلت وار. اوكي طبعا صعب ننزلها موجود على البنش قدامك واضحه من وانا واقف هنا شايفها ان هي فاشيولا. نيجي للايج بتاعتها. الايج بتاع الفاشيولا اوفال حجمها كبير من اللارج سايز سن شيل الشيل بتاعها سن اوبركيوليتد. فاكرين كلمه اوبركيوليتد يعني ايه؟ يعني ليها كيس هواء هو مكسور حتى هنا شايف الاوبركولا هنا معمول. ليه بقى مكسور؟ لان اتمنى لو الاوزموزس لو انت خدت انا خدت البويضات من البايت داكت انا ممكن احصل عليها ازاي؟ دايما بيجيب الفاشيولا ما اروحش اخدها من هيومن لان احتمال هي موجوده في كل اكلات الاعشاب. اي واحد يمكن انت حتى اللي بيذبح غنم في البيت عنده وبعض الاحيان يجي يفتح الليفر وهو بيقطع بالسكين كده في البايت داكت بتسمع صوت كونتاكت هارد عن الليفر تيشو تبقى فام وات هارد. لو ركزت شويه وفي ناس اللي عندها خبره وبتذبح كتير يقول لك اه ده الدوده الكبديه موجوده. لو فتح البايل داكت هيلاقي الفاشيولا موجوده جوه البايل داكت. لو خدت شويه البايل دي عملت سكرابنج للبايل داكت وحطت على شريحه ملايين البويضات بتاعه الفاشيولا. فاحنا لما بناخدها ونحط عليها سلاين فلو الاسموزس اتغير يحصل ربشه. يعني لان اتفقنا دايما اضعف حته في البويضه هي منطقه ايه؟ اللي هي فيها كيس الهواء. لونها بيبقى جولدن يلو ده اللون الطبيعي بتاعه هي نفسها. دي ممكن تبهت بقى لو قعدت على الشريحه شويه اللون يفتح لكن هي لونها الطبيعي جولدن يلو. ليه بقى جولدن يلو؟ واخده سبب ايه؟ الباين اساسا بيدي اللون اليلوش براون او الجولدن يلو وهي عايشه في البايل داكت يبقى لازم البايل داكت تتسبغ وهي نازله بالبايل. بجدها في الفيسس. طب انا لو حاسس ان الشخص ده 100% عنده فاشيولا بس مش لاقي في الاستول الايج اجيبها ازاي؟ خش على البايل ديودينال اسبيريت. في انبوبه كده توصل لحد الديودينال بنسميها ديودينال اسبيريشن وفيها سيرنج تسحب. لو ما يسحب من عند منطقه الديودينال من عند بدايه فتحه الخروج البايلز يسحب من شور هيلاقي في ايش معنى اسبيريشن؟ اسبيريشن او ديودينال والديودينال اسبيريت ده في طريقه ثانيه اتعملت في الجيرديا لو حد فاكر الجيرديا. كنا بنحب توكل للمريض حبايه جيلاتين مربوطه بخيط بنسميها الانتيرو تيست. برافو عليك. الانتيرو تيست الجل حبه الجيلاتين دي اول ما بتنزل بتوصل منطقه الديودينال. الجيرديا كتيره جدا في الديودينال ميكوزا تلزق عليها لانها ستيكي وتسحب الخيط ودي بنسميها الانتيرو تيست. يعني هي نفس الفكره بس الثانيه انبوبه وبتعمل سكشن. طبعا لو ما لقيتش فاشيولا لازم تعيد الاختبار ثلاث مرات على الاقل عشان تكونفيرم الدياجنوز. كده خلصنا الفاشيولا. اخر حاجه عندنا النهارده الليشمانيا. وعندنا ثلاث انواع من الليشمانيا ما درسناش غير نوع واحد بس من الليشمانيا اللي هو الفيسرال ليشمانيسيس اللي هو الكلا ازار بومبو فيفر بلاك فيفر كل دي مسمياتها. فيسرال ليشمانيسيس موجوده في النوع اللي موجود في الاطفال اسمه ليشمانيا انفانتا. ليشمانيا انفانتا تمام موجود عندكم في المملكه
وعرفنا الديستريبيوشن بتاع البيت. اكتر حاجه بتبقى كاركترستيك مميزه في نوع تاني بيجي في الجلد بس السكين فقط مش سكين غير بس بنسميه الكوتينيوس مش مناسب بيعمل ألسر شايف شكل الألسر شايف كده. في نوع تاني بيجي بقى بين السكين والميكوس ممبرينز يعني حوالين اللبس وفي النزل سبتر والمنطقه دي في بعض الاحيان بيطير النزل سبتر تماما يعني تلاقي المريض جاي من عند لو رحت فتحت الاطلس وربنا كرمك زرت المكتبه كان عندك وقت تفتح الاطلس هتلاقي صور مرعبه بصراحه. الاناب الاشمانيه بتعمل اروجن في الكارتريج لحد ما زي كانها زي حاجه كده بتاكل في الكارتريج لحد ما تشيل النزله سته كلها. ممكن تلاقي واحد جاي لك من غير نوز يعني بس كل الجزء ده رايح ومعدوش غير السكتين بس. طبعا بتبقى كومبليكيتد بنمونيا وبيموت المريض لو ما تلحقش يتعالج. دي ميكو كوتينيوس تايب. احنا التايب اللي عندنا هو الفيسرا الاشمانيتس اللي احنا درسناه. حد يفتكر ان الفيكتيم ستيج ايه؟ برو الاشمانيتس. طب الدياجنوستيك؟ اه قدامنا يعني احنا قايلين الاوستيجوت. احنا اتفقنا الاوستيجوت هنا الصوره دي اوضح. احنا برضو جايبين لكم تو سلايدز. بيتكاثر جوه الخلايا الماكروفيجز. كل الماكروفيجز بيحصل فيها بروليفريشن. ادي دي الاشمانيا واحده بس اللي هي الاوستيجوت واحده. دي النيوكلس وده الكيتوبلاست. الاوستيجوت وكلمه اوستيجوت قلناها قبل كده ليه سميناها اوستيجوت؟ لان ملهاش فاكرين حاجه مدوره وفيها دايره وكيديتو بلاست تبقى اوست جلوت. نبت الدين تبقى سلوت. اتحرك الكيديتو بلاست قدام ان هو بقى ايبي ماست جلوت. طولت خالص بقى تريبو ماست جلوت. دول اربع انواع اللي انا درست لكم بس طبعا الناس لسه ما جبتش. الاوست جلوت بتدخل جوه خلايا الماكروفيز بروباجيت بالباينري فيجن الواحده 2 4 16 32 الاعداد شايف الماكروفيج دي لسه محتفظه بالوول بتاعها. دي ماكروفيج رابشر. في الاند ريزلت احنا عارفين الماكروفيج دي ديفنس ميكانيزم دي هي اللي بتموت التصوير. لا هو عنده سيستم الامس اللي تخش يتكاثر جوه الماكروفيج وما تقدرش ترجع له. بيمنع حاجه معينه يعني المهم ميكانيزم ليه ميكانيزم معين يقدر يعيش جوه الماكروفيج الملتبلاي جوه الماكروفيج ويحصل رابشر الماكروفيج ويطلع منها يعدي انظر ايه؟ وهكذا تلاقي يبدا الليفر يحصل بروليفريشن يبقى فيه باك ميجالي سبلين وميجالي ولينفادينوبيسي كل الليمف نودز يحصل فيها بروليفريشن. يبقى ده الدياجنوستيك ستيج. اسمه ايه بقى الدياجنوستيك ستيج؟ يعني لو جبت انا الصوره دي في الاختبار تكتب حضرتك ليشمانيا. طب ليه انا كاتب كلمه سبيشيز ليه ما قلتش ليشمانيا دينوفانا؟ يعني نفس الشيء لان اي ريزيدنت ماكروفيجز الماكروفيجز ريزيدنت في السكن هيعمل نوع كوتينس. لو ريزيدنت في منطقه الميكوس ممبرين هتبقى ميكو كوتينس. لو ريزيدنت في الفيسرا فيسرا. يبقى الاشمانيا واحده بالشكل لكن الاختلاف بين كوتينس ميكو كوتينس السايت اللي هي موجوده فيه هل موجوده في الجلد ولا ميكو كوتينس ولا الفيسرا؟ واضح الصوره دي صوره مكبره بقى دي الهاي باور. النقاط الصغيره هي النقاط هي مش صغيره دي فيها كل نقطه من الدايره من دول فيها حاجتين. ركز معايا دي اوضح واحده بس دي في بقى لما يتكتلوا على بعض ما تشوفش اوضح واحده دي نقطه صغيره وده بعد كده بتثبت فلاجيلا كده هنا ويبقى شكلها سفيريكا تبقى سبندل شيب اللي هو الايه؟ الفيكتيف ستيج. نشوفه دلوقتي عندنا دي سلايد البرو ماستر. احنا عندنا مسبوق باللون البينك كلر هنا بلو شايف سبندل شيب. الكينيتو بلاست اللي هي كانت النقطة دي اللي جنب النيوكلس اهي شايفها؟ ملبتة بجد. ده بنسميه البرو ماست جوت از ذا انفكتيف ستيج. ترانسميتد باي اني انسكت حشرة بتنقل الليشمانيا ساند فلاي او فلوبوتوموس ساند فلاي. اوكي يا جماعة كده خلصنا. دي بالفلورسنت مش مهمة فلورسنت مايكروسكوب. كده خلصنا السلايدز اللي عندنا النهاردة. هما التو سلايدز البروتوزو هما الاثنين اللي موجودين في البنش ده دول على اويل امرشن. احنا متفقين مع بعض ان اي بروتوزو لازم اشوف على العدسه الزيتيه ودي اللي ما تحركوهاش لكن الباقي كله تشوف الفاشيولا وتشوف
الحاجات كلها موجودة على الشات.